مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. تألق المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك وسجل ثنائية في فوز فريقه على الترجي بنتيجة 3-1 وتتويجه بكأس السوبر الإفريقية، وحقق الزمالك لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعدما فاز على الترجي بملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة. وكانت بعض جماهير الوداد قد طلبت ثنائي الفريق سابقا أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الفوز على الترجي، خاصة في ظل توتر الأجواء بين جماهير الترجي والوداد عقب أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي. ولم يستكمل الوداد مباراته أمام الترجي في ملعب رادس اعتراضا على عدم تطبيق تقنية الفار، يتم إلغاء المباراة قبل أن تتخذ لجنة الانضباط قرارا بتتويج الترجي بالكأس. وتسببت ثنائية اللاعب المغربي في تحقيق هدف مزدوج، حيث قاد الزمالك لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2003 بجانب إسعاد جماهير الوداد فريقه السابق. هذا ونجح الدولي المغربي أشرف بن شرقي مهاجم فريق الزمالك المصري في تسجيل رقم تاريخي غير مسبوق في تاريخ الفريق الأبيض بعد تسجيله ثنائية في مرمى الترجي التونسي أمس الجمعة، وقاده للتتويج بكأس السوبر الإفريقية. وعقب تسجيله هدفين في السوبر الإفريقي أمام الترجي، رفع المهاجم السابق لفريق المغرب الفاسي والوداد الرياضية نسبة تهديفه في المسابقات الإفريقية رفقة الزمالك إلى 88% بمعدل 0.9 هدف في كل مباراة، وهي النسبة التي لم يصل لها أي لاعب في تاريخ الفريق المصري المذكور. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.